مزيد ينضم إلي من القاهرة سيد بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي. سيد بشير في البداية أرحب بك، بالتأكيد تابعت هذا العاجل الذي وردنا منذ قليل وهذه الصور التي نبثها مباشرة من أنقرة ومن محيط الشركة التي تم استهدافها، شركة توساش. إذن هل هناك أي معلومات حتى هذه اللحظة تتوارد عن خلفية من قاموا بهذا العمل؟ كل تحية لكم ولمشاهدي القاهرة الإخبارية في كل مكان. كما هو معروف، في مثل هذه العمليات الإرهابية من السابق لأوانه التوقع لابد أولا من جمع المعلومات ثم إجراء التحقيقات من أجل الوقوف على حقيقة ما جرى، لكن نحن سنتعامل مع مؤشرات أولية. طالما أنه لم يصدر تصريح نهائي ومعتمد من الجهات المعنية التركية، سواء وزارة الداخلية أو الرئاسة أو أي جهة أمنية تركية، فنحن سنتعامل مع المؤشرات الأولية، خاصة وأن الحادث لم يمض عليه سوى دقائق. أولا، هذا الحادث يأتي في توقيت بالغ الأهمية. بالأمس القريب كانت هناك دعوة من دافلت فاشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، وهو حليف لحزب العدالة والتنمية الحاكم، دعوة وجهها إلى حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان، الذي يواجه عقوبة الحبس مدى الحياة بدلا من الإعدام، حيث حكم عليه بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم إلى سجن مدى الحياة، وهو مسجون بسجن بجزيرة في إمرالي بجزيرة مرمرة. طبعا الدعوة كانت واضحة، لو أنه أمر الحزب بنزع سلاحه والتوقف عن أعمال العنف وأصبح حزبا سياسيا مدنيا غير عنيف، يمكن أن تحدث مصالحة تاريخية معه، ومن ثم تطوى صفحة عنف بدأ عام 1984 راح ضحيتها عشرات الآلاف من الجانبين، سواء من مقاتلي الحزب أو من المدنيين الأتراك ومن أجهزة الشرطة والأمن في تركيا. بعد يوم تقريبا وقع هذا الحادث الذي سبقه حادث مشابه في أكتوبر الماضي، اعتداء على البرلمان التركي ومن قبله وزارة الداخلية. المؤشرات الأولية تشير الماضي أيضا كان هناك استهداف لمبان حكومية في أنقرة، وقتها تبنى العملية حزب العمال الكردستاني، يعني هذا ليس الاستهداف الأول من نوعها أو بهذه الطريقة، ولكن ربما حتى هذه اللحظة نحن لا نعلم خلفية من قام بهذا الهجوم. نعم، في أكتوبر الماضي، يعني مر عام تقريبا على هذا على أحداث مشابهة، لكن المؤشرات الأولية بعد أن أشرنا إلى أهمية التوقيت تشير إلى أولا وجود امرأة من بين المنفذين، وقد كان تاريخ العمليات الإرهابية في تركيا التي تشهد مشاركة سيدات فيها تشي بأن عناصر حزب العمال الكردستاني هم الذين يجندون النساء ويعتمدون على النساء في تنفيذ مثل هذه العمليات، وهناك سوابق عديدة في هذا المضمار، ومن نفذوا العملية يعلمون أن هناك كاميرات مراقبة على بوابات هذه الشركة، خاصة أنها شركة دفاعية، لذلك هم يريدون إيصال الرسالة، المرأة لم تتخفى بشكل تام وتعمدت أن تبدو ملامحها وعلامات أنوثتها، ومن ثم هي تريد أن تعطي إشارة بأن حزب العمال الكردستاني وراء هذا العمل مبدئيا. يعني كل هذا تحليل مبدئي إلى حين يعلن أحد الجهات مسؤوليته أو تسفر التحقيقات أو تميط اللثام عن حقيقة ما جرى، لكن تعمد منفذ العملية أن تبدو امرأة في الصورة معناها إما محاولة إلصاق التهمة بحزب العمال الكردستاني أو أنه بالفعل حزب العمال الكردستاني وراء هذه العملية. يبدو أن العملية لم يخطط لها منذ زمن، بمعنى أنه الأسلوب والطريقة واختيار الهدف، الهدف طبعا رمز للدولة التركية، شركة صناعات دفاعية من أهم وأكبر الشركات في تركيا، من المعروف أن تركيا بها 5 شركات دفاعية مصنفة من بين أكبر وأهم 100 شركة للصناعات العسكرية حول العالم، وبالتالي المقصود رمزية الدولة التركية، هيبة الدولة التركية. إذا ثبت أن من نفذ هذا العمل هو حزب العمال الكردستاني، معناه إشارة رفض أو رسالة رفض للدعوة التي أطلقها دافلت باشالي بالأمس فيما يخص التصالح مع حزب العمال الكردستاني. يبدو أن القيادات الوسيطة أو الجراس روتس، القاعدة الجماهيرية للحزب، ترفض
أي صفقات أو مبادرات للتقارب أو التصالح مع الدولة التركية، لأن الحزب هدفه بالأساس الانفصال وتأسيس دولة كردية داخل تركيا، ومن ثم يبدو أنهم لا يريدون التراجع عن هذا المقصد، وأنهم مصرون على الانفصال وإعلان استقلال وكيان مستقل ودولة وأشياء من هذا القبيل. لذلك هم يريدون أن يسدوا الطريق على هذه المبادرة، خاصة وأن عبد الله أوجلان ربما يكون وراء القضبان، قد سئم الحبس ويتطلع إلى أن يتخذ قرارا مغيرا، لا سيما وأن قرارات رجل خلف القضبان تختلف عن أولئك الذين هم أحرار. ربما خشي هؤلاء أن يضطر عبد الله أوجلان للقبول بهذه المبادرة، ومن ثم أرادوا أن يسدوا الطريق ويذكروه بأن هناك إصرار وعزيمة لدى مقاتلي الحزب لمواصلة مشروعهم إذا ما ثبت تورط الحزب بالطبع. طبعا هناك دوائر أخرى في تركيا يمكن أن تنفذ هكذا عمليات، هناك تنظيم داعش، لأن العلاقات بين داعش وتركيا في فترة من الفترات اتهمت تركيا بإيواء التنظيم ودعمه، ثم انقلبت على التنظيم فترة وقامت بعمليات تصفية وملاحقة، وربما يريد التنظيم إعادة إظهار نفسه وتقديم نفسه مجددا، خاصة نحن نقترب من موسم الإرهاب. موسم الإرهاب هو رأس السنة الميلادية، دائما التنظيمات الإرهابية تحفز نفسها على مقربة من بداية عام ونهاية عام حتى تبعث برسالة للعالم بأنها موجودة. فبرضو يعني يمكن وضع تنظيم داعش الإرهابي من بين الاحتمالات، وإن كان احتمالا ضعيفا. هناك أيضا الدولة العميقة في تركيا، صحيح أن إردوغان يعني بذل جهودا جهيدة من أجل القضاء على نفوذ هذه الدولة العميقة، لكنها موجودة في تركيا منذ الدولة العثمانية وتنفذ عمليات في الخفاء. إلى حين اتضاح بعض المؤشرات الأخرى أو إعلان جهة مسؤولياتها أو إعلان وزارة الداخلية التركية مزيد من التفاصيل، يمكن القول إن الطرف المرجح في تنفيذ هذه العملية هو حزب العمال الكردستاني، طالما أن هناك إشارة إلى امرأة وارتباط الحادث بمبادرة الأمس من قبل رئيس حزب الحركة القومية حيال عبد الله أوجلان.